معلومات مصيريه للتلاميذ ديال الاولى باك والثانيه باك خاص يكونوا عارفينه. مجموعه من تلاميذ الثانيه باك فاش كتسولو دابا فين غادي تكمل قرايتك كيقول لك ما عرفش، حيت ملي كان في الاولى باك هو ما عارف ما يدير. ومجموعه من التلاميذ كيكونوا كيقراو مزيان ولكن في الامتحان مع الستريس ما كيوليو عارفين ما يديروا. وخير دليل ملي كتعطي الورقه ديال الفرد الاستاذ عاد كيبانوا المعلومات فين كانوا غابرين الله اعلم، وكتبقى تقول كون غير درت هادي وعلاش ما كتبتش هادي. وملي كتصحح الفرد كتلقى اغلب الاجابات ديجا كنتي عارفه. المشكل الثاني الميول ديالك وشنو باغي دير من بعد، علاش كتقرا وفين غادي، فين هو غادي، واش داكشي اللي عندك معاه هو نيت اللي كتقرا على قبله. اليوم غادي ننصحكم باحسن صفحه في المغرب اللي كتوجه التلامذ وكتعاونهم فابور. مع انتم ما كتعجبكم حس فابور، برنامج الو كوتش. اي مشكل في القرايه في التوجيه الدراسي حتى التوجيه المهني زعما فين ممكن تخدم من بعد، الفرص اللي في المغرب او خارج المغرب، كلشي كلشي غادي تلقاو الحل ديالو عند هاد الصفحه اللي كاينه هنا الفوق ولا لتحت حدا البروفيل ديالي.